أعلن حزب الله استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بمسيرات انقضاضية بعد قيام الجيش الإسرائيلي بغارات في العمق اللبناني. تصعيد جاء بالتزامن مع كشف مصادر خاصة لقناة I24 News نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية بأن أجهزة الأمن رصدت مكالمة هاتفية بين حزب الله وطهران يطالب فيها الحزب بتزويده بالأموال والأسلحة وفق هذه المصادر الأمنية. بين هذا وذاك، قررت جامعة الدول العربية رفع صفة الإرهاب عن حزب الله كمنظمة إرهابية، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل العلاقات العربية مع حزب الله وتوقيتها مع دق طبول الحرب على الجبهة الشمالية. هذا ما سنناقشه في ملفنا بعد هذا التقرير. 8 أعوام على تصنيفه منظمة إرهابية، أعلنت جامعة الدول العربية رفع حزب الله من القائمة السوداء لديها. الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي أشار لأن دول الأعضاء وافقت على عدم استخدام تلك الصيغة، ما سمح بفتح قنوات اتصال مع الحزب. إلغاء تصنيف حزب الله عن قائمة الإرهاب أشعل موجة غضب عربية ولبنانية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تردي الأوضاع في لبنان اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، موجهين أصابع الاتهام نحو الحزب. خبراء رأوا بقرار الجامعة بأنه جاء لتجنيب لبنان بسبب تصعيده مع إسرائيل مصير غزة ضمن ترتيبات عربية جديدة لمنع أي اعتداء في وقت يشهد تهديدات إسرائيلية مستمرة بشن حرب شاملة ضد الجنوب اللبناني، كما اعتبره آخرون بأنه جزء من جهود عربية لمنع تلك الحرب ودعم استقرار لبنان الداخلي. إلى جانب الترتيبات الجديدة وتخفيف حدة الانقسام في لبنان وتوحيد جبهة لبنان ضد أي ضربة إسرائيلية محتملة، أشارت مصادر من الجامعة العربية إلى أن القرار جاء لمنع إسرائيل من أي ذريعة بمزيد من العدوان، مؤكدة أن الموقف العربي يقف في صف منع اندلاع أي حرب جديدة بالمنطقة في الوقت الذي يقبل فيه الشرق الأوسط على تسويات عدة. قرار يأتي مع استمرار التصعيد للحدود اللبنانية الإسرائيلية والقصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، فيما يتزامن مع تقارير إسرائيلية أشارت لأن الحزب طلب من إيران مبالغ طائلة وأسلحة جديدة للاستمرار بتصعيده ضد إسرائيل. أحسن. وأرحب بضيوف ينضم إلي من عمان خبير الشأن الاستراتيجي الأستاذ عمر رداد. أهلا بك أستاذ عمر معنا في هذه التغطية، كما وأرحب الأستاذ أليف صباغ خبير في شؤون الشرق الأوسط، وأنا معي في الاستوديو أستاذ إيريك رودينسكي باحث في معهد الديمقراطية الإسرائيلية ومركز مشديان في جامعة تل أبيب. أهلا بكم جميعا، دعوني أبدأ معك أستاذ إيريك. أستاذ إيريك، سأبدأ معك من تصريحات الوزير بتسلئيل سموتريتش الذي يقول في أي حرب مستقبلية على الجبهة الشمالية أو على ما يعرف بمحور إيران، عرب إسرائيل أي عرب الذين يسكنون في دولة إسرائيل سيقفون إلى مساندة إلى جانب هذا المحور ما يعرف بمحور المقاومة ولمساندة محور إيران. إلى أي مدى توافق هذا الطرح وكيف يمكن قراءة هذه التصريحات في هذا التوقيت؟ مساء الخير. أولا أنا غير موافق تماما مع هذا التصور أو الرؤية اللي عرب حاملي الجنسية الإسرائيلية أن ينضموا إلى ما يسمى بالعدو الإيراني. يعني المشكلة مع الوزير سموتريتش أنه أولا انتمط بقوة سياسية داخل الحكومة، وهو يعني يحمل رؤية أن لا تفرق بين يهودي وغير يهودي، ومن هذه الناحية هذا التصور هذه الاعتبار يعني من هو غير يهودي وهو من تلك ذاته ينضم إلى أعضاء الدولة. والأخطر من ذلك أنه بالفعل توجد قضية أو مشكلة حقيقية، وهي مشكلة العنف والإجرام بالمجتمع العربي. وإذا ما كان الوزير سموتريتش فعدد القتلى في 23 وصل لأكثر من 240 قتيل في المجتمع العربي. كيف يمكن قراءة محاولة ربط سموتريتش كل موضوع الأسلحة الجريمة في المجتمع العربي بمساندة هذه الجبهة، الجبهة الشمالية أو ما يعرف بمحور إيران؟ لأنه هو لا يرى أن هذه المشكلة مشكلة يجب على الحكومة أن تعالجها باعتبار مواطنين متساوية الحقوق في هذه الدولة. يعني هو يعمل الفرق الواضح بين اليهود وهم ما كامل الحقوق في هذه الدولة وغير اليهود عرب إسرائيل كما يقول عليهم، ويخشى أن ينضموا
الى محور ايران. فاذا ما كان يعرف سموتريتش، فالعرب داخل هذه الدوله هم من يعني الطائفه السنيه وايران طائفه شيعيه، هناك صراع بين سنه وشيعه في هذا الشكل العصبي غير ملم. لكن هل هذا السيناريو وارد بالنسبه للمنظومه الاسرائيليه الامنيه برايك؟ لا، انا اعتقد انه العكس تماما، وسموتريتش لا يمثل الا حزبه ورايه، والمشكله انه هو يمثل شريحة ضئيلة جدا في المجتمع الإسرائيلي، ولكن شريحة لها قوة وتأثير سياسي، وهذه المشكلة الحقيقية. وأنا أعتقد أنا مقتنع إنه رؤساء الأجهزة الأمنية الشرطة والجيش في إسرائيل لا يوافقون على الإطلاق مع هذه الرؤية. نعم أستاذ أليف، إن أردت التعقيب على هذه الجزئية تفضل. فيما يتعلق بمحاولة زج عرب إسرائيل في مساندة أو في مساندة إيران أو أي حرب مستقبلية مع هذا المحور بين إسرائيل وحزب الله أو بين إسرائيل وإيران، قبل أن أطرح عليك سؤال يتعلق بمحور إيران، تفضل. حياتي لك وضيوفك الكرام. أنا موقف الفلسطينيين في مناطق 48، ما يسميهم سموتريتش عرب إسرائيل، وهذه التسمية قديمة لم يعد أحد يستخدمها، ولكن سموتريتش هو سموتريتش. هذا الموقف منذ عام 48 ولغاية الآن موقف مركب، موقف صعب، موقف يعني لا يمكن التعامل معه على أنه سهل اتخاذ مواقف لهذه المجموعة السكانية الفلسطينية الباقية في وطنها، بين مواطنتهم ولو كانت منقوصة من ناحية، وبين وطنيتهم وانتمائهم لهذا الشعب الفلسطيني، بين هذه المواطنة التي تصارع وطنيتهم. يعني حرب الإبادة الجماعية مؤخرا من قبل ما يسمى دولتهم، أو على الأقل يعني مواطنة منقوصة ولكن هي دولة، وضد شعبهم. هذا وضع يعني لا يمكن لأي شعب أن يقف بشكل عادي وطبيعي دون أن يتخذ يعني جهة. ولكن مع ذلك الغالبية العظمى على الأقل على المستوى الرسمي، على المستوى السياسي، الحل الذي يطالبون به، يعني هذه المجموعة تطالب به يعني باسم أحزابها السياسية، هو حل سياسي وليس حل عسكري. حل سياسي بمعنى التسوية السياسية، حتى لو كانت على حساب الشعب الفلسطيني لحد كبير، هي الحل الذي يرونه ليس بالضرورة عادلا، ولكن تسوية بمعنى المساومة، حتى يستطيع هؤلاء أن يعيشوا بشكل أو بآخر يعني بشكل مريح. ولكن سموتريتش هو لا يريد لهذه المجموعة أن تعيش بشكل مريح. سموتريتش حاول أن ينافس بن غفير في مدى التطرف. هو عمليا يقول لبن غفير أنت فشلت في معالجة الجريمة، ولكن أي حكومة سابقة يعني نجحت في معالجة الجريمة؟ أي حكومة؟ لا توجد أي حكومة، بالعكس تماما، منذ 20 عام لغاية الآن تتفاقم مشكلة الجريمة، وبشهادة عضو الكنيسة ألموغ من حزب بن غفير، من حزب بن غفير، يقول إنه الشباب هو الذي يدير وهو الذي يسيطر وهو المسؤول عن تفشي هذه الجريمة، عن تفشي الجريمة في المجتمع العربي. نعم أستاذ أليف، ننتقل نعم من ناحية تحريض، ناحية أخرى تنافس، ولكن هذا التحريض لن يجي نفعا لا لسموتريتش ولا لبن غفير. بالفعل أستاذ أليف، ننتقل الحديث قليلا معك عن قرار جامعة الدول العربية برفع أو إزالة صفة الإرهاب عن منظمة حزب الله. كيف يمكن أو كيف تقرأ هذه الخطوة وما دلالاتها في هذه المرحلة؟ يعني إذا أردنا أن نقرأ هذه الخطوة يجب أن نعود إلى عام 2016 عندما اتخذت الجامعة العربية قرارا بطلب من السعودية ودول الخليج التي اتخذت قرار مشابه. السعودية والإمارات صحيح. اتخذوا قرار بتصنيف حزب الله حزبا إرهابيا. طيب ماذا أثر على حزب الله؟ لا شيء. ماذا سيؤثر الآن على الحزب؟ لا شيء. الحزب تعامل مع الموضوع بلا مبالاة في السابق، الآن يتعامل مع الموضوع أيضا بلا مبالاة. الحزب لم يتغير،
الدول العربية هي التي تغيرت. مواقف حزب لن تتغير، مواقف الدول العربية هي التي تغيرت. بعد أن عادت الدول العربية إلى سوريا بغالبيتها، لا أقول كلها، بغالبيتها، وحتى تركيا تريد إعادة العلاقات مع سوريا، لم يعد هذه الدول أي سبب لإطلاق صفة الإرهاب على حزب الله. إذن هذه الدول عمليا ولو لم يكن شفعيا تعترف بخطئها وتحاول تصحيح هذا الخطأ اليوم بإزالة حزب الله من قائمة الإرهاب، ولكن هناك على قد أهداف أخرى في الوقت الحاضر هي محاولة للتأثير أو التواصل مع الحزب من أجل التأثير عليه. والسؤال، هل بالفعل يمكن أن تؤثر على أي قرارات للحزب ولمحور إيران في المرحلة الحالية؟ هل هذا التقارب بالفعل يمكن أن يساهم في تغيير موقف حزب الله؟ في تقديري الشخصي لا يوجد للجامعة العربية أو هذه الدول التي اتخذت قرارها أي تأثير صغير أو كبير على موقف الحزب وقراراته من الصراع مع إسرائيل أو من الدفاع عن لبنان أو من مساندة الشعب الفلسطيني. هذه الدول فشلت في تقديم حبة دواء إلى الشعب الفلسطيني. هذه الدول قدم مئات الشهداء، وبالتالي هذه الدول تعبر عن عجزها، تعبر عن فقرها، تعبر عن تخاذلها. سأتوسع معك بهذه النقاط إن سمحت لي. كذلك وجه سؤال أستاذ عمر، ردد عمر. أستاذ عمر، كيف يمكن قراءة هذا القرار وهذه الخطوة من قبل جامعة الدول العربية، خاصة وأنه بالفعل تريد في هذه المرحلة التأثير أو احتواء موقف حزب الله؟ نعم، مساء الخير لك ولضيوفك والأخوة المشاهدين. أعتقد أن الخطوة لا يمكن فصلها عما يجري من تصعيد بين إسرائيل وحزب الله بهذه المرحلة. صحيح أن حزب الله لا زال يربط مواقفه سواء بتطبيقات القرار 1701 أو حتى التسوية السياسية التي يتم الحديث عنها بجنوب لبنان، يربطها بصورة مباشرة بما يجري في غزة، بمعنى أنه إذا توقفت الحرب في غزة وتم التوصل لاتفاق فإنه وبشكل مباشر سيتوقف حزب الله عن قذف الصواريخ والطائرات المسيرة المتفجرة إلى شمال إسرائيل. اليوم الحقيقة سواء من الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي كما رأينا فرنسا وألمانيا وغيرهم، إضافة للدول العربية، الحقيقة بالإقليم هناك شعور بأن اليمين الإسرائيلي المتطرف ربما يقدم على خطوات كبيرة بهذا الاتجاه، باتجاه التصعيد وباتجاه الحرب الشاملة. رأينا الحقيقة التحول الرئيسي، ليس التحول لكن الموقف الرئيسي والمحطة الرئيسية كانت تصريحات جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي بعد عودته من واشنطن ولقاءاته هناك، إذ صرح بأنه ليس بوارد القيادة الإسرائيلية الحرب رغم استعداداتها لذلك، لكنها تفضل الحل السياسي. السؤال كما تفضلتي، أين نضع ما جرى من رفع لحزب الله عن قائمة الإرهاب؟ حزب الله اليوم هو من أهم وأبرز حلفاء إيران. هؤلاء الحلفاء يريدون المساومة وإخراج كل الأوراق بمزيد من الاستفادة من هذه الحرب، في ظل قناعات بأن نتنياهو وسموليتش وبن جفير هم الخاسرون بهذه الحرب، ولا بد من مساومة إسرائيل أو الولايات ومعها ومن خلفها الولايات المتحدة للحصول على مكاسب. الحقيقة أنا أختلف مع الدكتور قليلا الأستاذ الفاضل الصباغ بخصوص مدى تأثير السعودية وتأثير الإمارات الدول العربية. خطوة الجامعة العربية أعتقد أنها مهمة لحزب الله. حزب الله اليوم محاصر، ليست الخطوة فقط، ما أقصده أن الخطوة ليست مجرد رفع الحزب عن قائمة الإرهاب، لربما أكثر التقارب العربي الإيراني أو العربي مع هذه المنظمات
إلى أي مدى بالفعل يعني بدأت بالحديث عن أهمية هذه الخطة والخطوة، ولكن هل بالفعل تعتقد أستاذ عمر أن الدول العربية تحديدا الدول الخليجية المتمثلة بالسعودية والإمارات وغيرها يمكن بالفعل أن تؤثر على أي مشروع ومخطط إيراني في المنطقة؟ نعم، إلى حد كبير جدا، وبالضرورة بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الاتحاد الأوروبي تستطيع أن تؤثر، لكن لنكن واقعيين، حتى الاتفاق المصالحة السعودي الإيراني تم بسياقات شكوك بالإدارة الديمقراطية ومواقفها تجاه إيران، وحالة الارتباك أو الصفقات التي أبرمت تحت الطاولة بخصوص على سبيل المثال الحوثيين. الحوثيين في عهد الرئيس بايدن رفعوا عن قائمة الإرهاب ثم أعيدوا إلى هذه القائمة، وسحبت الكثير من الأسلحة من المملكة العربية السعودية، وواضح أن السعودية والإمارات لديهما موقف من الإدارة الديمقراطية، هذه الإدارة التي يعني تجري الكثير من الصفقات وأجرت الكثير من الصفقات مع القيادة الإيرانية. يعني تقول جزء من الرسائل أو الخطوة موجهة كذلك للغرب تحديدا الولايات المتحدة؟ نعم، إلى حد كبير جدا، ويجب أن نعلم على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي بتعامله مع حزب الله لا يتعامل كما تتعامل دول الخليج ولا كما تتعامل جامعة الدول العربية، إذ أنه يقسم الأمر إلى قسمين، الجناح العسكري بحزب الله والجناح السياسي، وهو يضع عقوبات على قسم محدد، لكن أعتقد القضية أكبر من ذلك. القضية تستهدف تحقيق هدفين، الهدف الآني الحيلولة دون توسع الحرب وقطع الطريق بالفعل على نتنياهو وسموريتش وبنغفير والدعوات الإسرائيلية المتطرفة باتجاه إعادة لبنان إلى العصر الحجري وضرب لبنان، ربما يستعيض الإسرائيليون خاصة المتشددون باتجاه استعاضة البحث عن نصر وعن تدمير شامل بديل النواقص التي لم تتحقق بقطاع غزة. لكن الأهم من ذلك أن هذه الخطوة حقيقة، وأنا أشك أن عمر الجامعة العربية ذهب دون دفع أو تنسيق أو ضوء أخضر من السعودية والإمارات ومصر والدول العربية. كل الدول نعم وافقت على هذا بالإجماع، لا يمكن لاتخاذ قرار دون موافقة الدول العربية بالإجماع، ليس كذلك؟ نعم نعم نعم، هو 100% من خلال الدول العربية وتحديدا الدول الفاعلة. لكن الأهم من ذلك ما يعقب هذه الخطوة. فكما يتم الحديث اليوم عن غزة وما بعد غزة والدولة الفلسطينية القادمة، كل ذلك الحقيقة اليوم يلغي الاتفاقات الثنائية التي تمت اتفاق أوسلو، وهذه الدولة الجديدة سواء وافق عليها نتنياهو أم لم يوافق ستأتي قيادة فلسطينية وقيادة إسرائيلية. نعم سمحت لي، ما أريد أن أقول بجملة لو سمحت، ما يجري بالقضية الفلسطينية ما بعد حرب غزة ربما ينسحب على لبنان، لأنه يعيش ليس حالة حرب مسلحة لكن هذا الانقسام الحاد جدا والفراغ الدستوري، لبنان بلا رئيس وحزب الله لا زال. سأتوسع بهذا كذلك مع أستاذ أليف إن كان سيكون هناك أي تأثير على مسألة الشغور الرئاسي. أستاذ أليف ابقى معي كذلك، وأستاذ عمر لو سمحتما. أستاذ إريك، إلى أي مدى تولي إسرائيل أو الشارع الإسرائيلي أهمية لكل هذا التقارب بين الدول العربية، خاصة الدول التي جزء منها طبعا مع الجانب الإسرائيلي، وهذا التقارب مع إيران ومحور إيران؟ أولا السؤال، هل هو هذا بفعل تقارب بين الدول العربية وإيران والقوى المحالفة الحليفة لها؟ أنا أعتقد أن الشارع الإسرائيلي بشكل عام منشغل كليا في الأمور الداخلية. هذا الأمر كان قبل هذا الحرب، قبل اندلاع الحرب، وبشكل خاص بشكل أني نرى بشكل مكثف أيضا في هذه الأيام يطالب بالتبكير موعد الانتخابات يعني استنفاذ كل الجهود لإطلاق سراح كل المخطوفين ويوجه أصابع الاتهام إلى الحكومة، وله انتقادات واسعة يعني أو شديدة تجاه الحكومة ولا يولي. وما المتوقع من كل هذا الحراك الاحتجاجي في إسرائيل أستاذ إريك؟
ما المتوقع من كل هذا الحراك الاحتجاجي؟ هل بالفعل سينجح هذا الحراك في تبكير موعد الانتخابات، في إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وفي التأثير مستقبلا على أي صفقة لإعادة المختطفين؟ أولا، لهذا الحراك له تأثير ملموس في المصائر لإعادة المختطفين بدون أي شك، يعني فهذا هو الهدف الأول. المشكلة هي أن هذا الائتلاف وهو يتمتع بأغلبية ضئيلة جدا داخل البرلمان الإسرائيلي الكنيست، هذا يتعلق بالتركيبة الحالية والتصدعات التي قد تطرأ على السطح بين، على سبيل المثال، بين يوآف جالانت وهو يعتبر البالغ المسؤول في هذه الحكومة وأعضاء كنيسة آخرين. إذا كانوا هؤلاء يعني يسبحون ضد التيار، كما نقول ضد قرار نتنياهو، أو بشكل خاص ضد تصرفات الوزراء الأكثر متشددين ومتطرفين مثل بن غفير وسموتريش، يعني هذه الإمكانية واردة. الحراك خارج البرلمان يؤثر بشدة على المناخ السياسي العام في هذه الدولة. نسمع أن هناك اصطفافات حزبية سياسية جديدة مثل توحيد صفوف بين حزب العمل وحزب مارس اليساري. صحيح. هذا حصل اليوم. صحيح. فالجميع يعني يعمل كل الاستعدادات. ولكن هل تعتقد أنه يمكن لليسار الإسرائيلي أن يعود، أو نرى لربما ارتفاع في نسبة المؤيدين لليسار الإسرائيلي في ظل حرب تخوضها إسرائيل على جميع الجبهات وبعد 7 أكتوبر؟ أنا أشك في أن نحن نستطيع أن نسمي اليسار يسار كيسار يسار أو قوة يسار يسار. فبالفعل لا يوجد يسار بالمفهوم يعني التقليدي. صحيح. في صحيح. في أيام يعني التسعينات واتفاقية أوسلو والذي دعم بكل قوة التسوية على فلسطين. صحيح. هناك مركز يمين في إسرائيل، وهذا هو التيار المركزي في الشارع الإسرائيلي وفي السياسة الإسرائيلية. وهناك فرق بين هذا التيار المركزي والقوة أو الفئات الأكثر تطرفا من الناحية السياسية، وأيضا هناك مشكلة مع اليهود المتدينين الحريديم. صحيح. اليوم فالتشكيلة أو التركيبة السياسية الحالية للمجتمع الإسرائيلي هي مختلفة تماما عن المصطلحات التقليدية التي تفرق بين يمين ويسار. المهم هو ما هي الإمكانية لتشكيل ائتلاف حكومي مستقر وفعال بعد الانتخابات يعني القادمة، إذا كانت بالفعل ستجري الانتخابات في نهاية هذا العام. نعم أستاذ عريف، ابقى معي أستاذ عريف، لنعود قليلا إلى لبنان معك. في ظل كل هذه الترتيبات في المنطقة، التقارب العربي الإيراني إن صح التعبير، برأيك ما تأثير كل هذه التحركات على الوضع السياسي الداخلي في لبنان وعلى الشغور الرئاسي؟ الوضع العربي عامة والعلاقة مع إيران في الوقت الحاضر يشهد نوع من، دعيني أقول، التبريد من الأزمة أو من التقارب إلى حد ما. نعم. وهذا يؤكد أن اليد الأمريكية الضاغط على العرب خفت أو ضعفت. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الوضع العربي الموالي لأمريكا لم يتقدم بخطوة واحدة للدفاع عن مصالحه بعد التقارب مع إسرائيل. وادعوا دائما أن التقارب مع إسرائيل والتطبيع مع إسرائيل جاء لخدمة شعوبهم وخدمة الشعب الفلسطيني. تبين أن النتيجة عكسية تماما، لا الشعب الفلسطيني استفاد ولا شعوبه استفادت ولا حتى الأنظمة استفادت، لدرجة أن الأنظمة لا تستطيع أن تتخذ قرار ضد الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. لكن السؤال، هل إيران واستراتيجية الإيرانية هي بالفعل تأتي لمساندة الشعب العربي، الشارع العربي والقضية الفلسطينية كما هي؟ يعني أنا باعتقادي أنه لا يوجد قوة في الشرق الأوسط ساندت وتساند الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر إلا محور المقاومة. حتى على مستوى الشعوب المصري ودول الخليج وشمال أفريقيا،
أين هي حركة الشعوب العربية لمساعدة الشعب الفلسطيني؟ أين هي القوة التي يمكن أن تمتلكها دولة مثل مصر أو الأردن المطبعة مع إسرائيل والمحادية حدوديا مع إسرائيل؟ أين هي القوة لإدخال المواد الطبية والإغاثة الإنسانية على أشكالها إلى قطاع غزة؟ الدول العربية أعربت بشكل واضح عن فشلها في كل شيء. لم تستفد من العلاقة مع أمريكا، ولم تستفد من التطبيع مع إسرائيل، ولم تستطع أن تؤثر على الموقف الإسرائيلي. العكس تماما، تبين أن إسرائيل كشرت عن أنيابها أكثر، أن إسرائيل أصبحت أكثر وحشية تجاه الشعب الفلسطيني. كلما تعمق التطبيع واتسع التطبيع زادت وحشية المحتل الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، وهذه النتائج عكس تماما ما وعدت به الدول المطبعة مع إسرائيل. ولكن في العلاقة مع لبنان، الموقف يعني أو الصراع في لبنان حول من هو الرئيس وما هي هوية الرئيس قائم. موقف الدول العربية من الرئاسة اللبنانية قائم. موقف أمريكا وفرنسا من هو الرئيس القادم لبنان قائم. موقف حزب الله معروف. لذلك أنا لا أرى تأثير لهذا، لرفع حزب الله من قائمة الإرهاب، وكأنه يعني إلى تأثير هذا الموضوع. أنا لا أرى أي تأثير على موضوع الرئاسة اللبنانية. الرئاسة اللبنانية من وجهة نظر حزب الله فضلوا هاي انتخابات، قرروا معروف موزي. إن سمحت لي أستاذ أليس، في هذه الأثناء هناك تصريحات هامة. من يتحكم في المرشحين غير مرشح حزب الله هي أمريكا. أستاذ أليف، إن سمحت لي، هناك تصريحات هامة يدليها الوزير بن غفير لقناتنا، لقناة I24 نيوز، في هذه الأثناء يقول: علينا فتح حرب ضد حزب الله وليس عقد أي اتفاق دبلوماسي. كما ويوضح لقناة I24 نيوز الوزير بن غفير: إذا توقفت الحرب سأنسحب من الحكومة. ويقول كذلك: لم ولن يكون هناك أي صفقة بسبب موقفي المعارض لأي صفقة مستقبلية مع حماس. هذه تصريحات خاصة لI24 نيوز يديها الآن الوزير إيتمار بن غفير. عودة إليك أستاذ عمر، إن سمحت لي، نقطة هامة تحدث عنها أستاذ أليف. يقول أستاذ أليف في نهاية المطاف: لا يوجد أي شعب أو دولة ساندت القضية الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني كمحور المقاومة ومحور إيران. كيف تعقب؟ يعني لا أعتقد إطلاق الأحكام بهذه الصيغة وبشكل مطلق. على سبيل المثال، أنا إذا تحدثنا عن الأردن، الأردن صحيح أنها كانت خطوات رمزية، لكن أول من بادر لإدخال المساعدات، وهناك موقف أردني واضح أمام الإسرائيليين وأمام الأمريكان. والدول العربية الحقيقة، يعني الدول العربية لا تذهب مذهب إيران برفع سقف الخطاب الإعلامي وهو خطاب ثوري، والإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة من تحت الطاولة. هي تلوح بالتهديد والتصعيد بيدها اليمنى اللي تقبض باليد اليسرى، ولا أدري مدى مصداقية ما قيل منذ بداية الحرب في الثامن أكتوبر، حيث تم الإفراج عن ربما أكثر من 10 مليارات دولار. هي حقوق إيرانية، أموال مجمدة كانت موجودة بالبنك المركزي العراقي وبالبنك المركزي القطري وببنوك كوريا الجنوبية. هذا يعني ربما لا يهم كثيرا. أعتقد جبهة المقاومة، الجبهة الرئيسية بكل جبهات المقاومة التي تؤثر على منسوب الحرب. نعم أستاذ عمر، تصعيدا وتخفيضا وانخفاضا ونكتفي. إن سمحت لي، للأسف أستاذ عمر لم يسبق لي.
لذلك يعني لا قيمة حقيقية لما قام به الحوثي ولم يغير من موازين استراتيجية. نكتفي بهذا القدر. أستاذ عمر رداد خبير الشأن الاستراتيجي حدثني من عمان، شكرا جزيلا لك. والخبير في شؤون الشرق الأوسط أستاذ أليف صباغ، وهنا معي في الأستوديو أستاذ إريك رودينسكي باحث في معهد الديمقراطية الإسرائيلية ومركز مشديان في جامعة تل أبيب، شكرا جزيلا لك. بهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه النشرة المركزية، للقاء.